جنوبية تستمد. الملتقى الثقافي اليمني في العاصمة البريطانية لندن كان فرصة لجمع أبناء اليمن ودعم وحدتهم في ظل الصراع القائم في البلاد. الاحتفال اليوم هو بمناسبة عظيمة للشعب اليمني، وهي ثورة سبتمبر وأكتوبر، ووجدناها فرصة أيضا عظيمة لعقد ندوة وحوار للأطراف اليمنية حول الرؤية والحل والسلام في اليمن. بعض المنظمين والحاضرين حملوا مسؤولية ما يقع من صراعات وخلافات سياسية في اليمن إلى النفوذ الإيراني والقطري في البلاد على حد تعبيرهم. قطر بعيدة كل البعد جغرافيا وفكريا، ولكن هم فقط موجودين في اليمن عن طريق الإخوان، ويحاولون أن هم يمدون الأزمة في اليمن عبر دعم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية في اليمن. رسالة الملتقى الثقافي اليمني هي وحدة الوطن والشعب والدفاع عن الوحدة العربية، على اعتبار أن اليمن مصدر الحضارة العربية منذ قرون. إن شاء الله اليمن دي هترجع أقوى وأحسن بالاتحاد مع بعض، وكفاية نسمع للفتن اللي بتقسم بيننا، ولازم إحنا كعرب كلنا نتحد مع الشعب اليمني عشان تطلع تاني اليمن أقوى من الأول وأحسن من الأول. اليمن الجريح أرسل له أبناء جاليته في لندن رسالة واحدة شعارها لا للنفوذ الإيراني والخارجي في اليمن ونعم لوحدة البلاد. الملتقى الثقافي اليمني أرسل رسالة وحدة عبر أبناء الجالية اليمنية هنا في لندن، رسالة وحدة إلى اليمن الجريح شعارها لا للنفوذ الخارجي في اليمن خاصة الإيراني منه. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.